صباح الخير مرة تانية على كل الناس اللي بتشوفنا النهاردة. في نهارك سعيد، صباح إن شاء الله كله مشرق وكله أمل بإذن الله في الفترة القادمة. النهاردة هنبدأ مع بعض أولى فقراتنا، فقرة الصحافة، وهنسرد مع بعض أهم المنشطات والأخبار والعناوين الموجودة في جميع الجرائد. هيعلى عليها ضيفنا الموجود منورنا النهاردة في الاستوديو، الأستاذ الصحفي والكاتب الأستاذ عادل السنهوري، رئيس تحرير جريدة مدير تحرير جريدة اليوم السابع. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا سارة، وصباح الخير على كل المشاهدين والمشاهدات. كل سنة هم طيبين المشاهدات. النهاردة مفروض يوم المرأة العالمي، وأعتقد أن احنا يعني مش محتاجين بس نحتفل بالمرأة اليوم، احنا محتاجين نحتفل بيها طول العام، لأن المرأة فعلا مظلومة، الأم والأخت والزوجة والابن حتى، يعني محتاجين بالفعل بمناسبة هذا اليوم احنا نعيد النظر في كم الهموم والقضايا والمشاكل اللي بتواجهها المرأة. يعني زي ما بتقول الإحصائيات انها بتمثل نسبة كبيرة من الأسر المعيلة في مصر، ومع ذلك هناك حقوق كثيرة ومكتسبات كثيرة ضاعت عليها خلال الفترة الماضية، فكل سنة وهن طيبة. واحنا سعداء جدا لما بيبقى في رجال كده بيدونا حقنا ولو حتى معنويا، ده معنويا بيفيدنا جدا عشان نقدر نواصل المشوار الطويل اللي احنا بنبقى تعبانين فيه، سواء كان في البيت او بره البيت، لان احنا بيبقى عندنا مسؤوليه كبيره قوي يا استاذ عادل، وطبعا حضرتك عارف. لا بالتاكيد، يعني مش مساله دي حاجات عم تكلمي في اساسيات وبديهيات. المراه يعني هي الاصل، يعني الاصل في الحياه، يعني هي الام المعلمه، وهي زي بقول المدرسه الحقيقيه للرجال، مصنع الرجال بمعنى أصح. فبالتالي وكل الأديان أعطتها حقوقها، وأظن أنه يعني آن الأوان أنه بالفعل نحن ننظر المرأة نظرة أخرى غير النظرة المتخلفة خلال 30-40 سنة اللي فاتوا في مصر مع التراجع، لأنه كان المجتمع عندما يعني ينظر المرأة نظرة محترمة ونظرة عاقلة يتقدم المجتمع دائما. بالضبط، وتقدم تقدم المجتمعات والدول بيقاس بمدى البحث العلمي واحترامهم للمرأة وحاجات كتير. المجتمعات تتقدم بمدى يعني نظرتهم للمرأة والتعامل معها وإعطاء حقها. خلينا أنا أستاذ عادل نقول أخبارنا النهاردة إيه، ونرجع خبر كده نعرف من حضرتك رأيك في إيه وتعليقك إيه عليه. الأهرام الصفحة الأولى، السعودية تعلن الإخوان جماعة إرهابية ومصر ترحب. أخبار اليوم في الصفحة الأولى، الأمير تميم لن نتلقى توجيهات من أحد لرسم سياستنا. اليوم السابع الصفحة الأولى، الشماريخ والمولوتوف في مسيرات الإرهابية. الشروق الصفحة الأولى، قانون انتخابات الرئاسة خلال ساعات. اليوم السابع في الصفحة الأولى، قرار جمهوري يمنع رموز نظامي مبارك ومرسي من الترشح في الانتخابات الرئاسية. والمصري اليوم الصفحة الأولى أيضا، وزير العدل لم نستقر على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية. وفي الأهرام في الصفحة الأولى، استئناف الدراسة اليوم بعد أطول أجازة نصف عام. والمصري اليوم أيضا في الصفحة الأولى، في منشأة مصر تحذر أثيوبيا، ردنا سيكون حاسما وفي الوقت الذي نحدده. الشروق في الصفحة الثالثة، أنباء عن موافقة الأولمبية الدولية على إجراء انتخابات الأندية في موعدها. وأخبار اليوم، الزمالك يصعد للدور 16 في بطولة أفريقيا. والشروق آخر خبر معانا النهاردة في نهارك سعيد، المجد للنساء فاتحات البيوت. أستاذ عادل، عندنا منشأة في الأهرام في الصفحة الأولى، السعودية تعلن الإخوان جماعة إرهابية ومصر أو مصر ترحب. تعليقك إيه عن المنشأة ده الموجود في الأهرام في الصفحة الأولى؟ ده أولا حديث الساعة. السعودية طبعا تعرف أنها دولة لها ثقل عربي وثقل إسلامي. السعودية يعني مسألة أن يصدر منها مثل هذا القرار، وتحديدا إدراك جماعة الإخوان مع الجماعات الأخرى كجماعات إرهابية زي تنظيم داعش اللي هو دولة الإسلامية أو ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق وشمال سوريا، الحوثيين في اليمن، وجبهة النصرة، وحزب الله في السعودية. يعني أعتقد أنه هو بيعتبره أنه قرار تاريخي بالنسبة لدولة زي السعودية، كانت لها علاقات خاصة مع جماعة الإخوان طوال تاريخها. فهذا أنا بعتبره هو يعني شبه ثورة في السياسة الداخلية والسياسة الخارجية السعودية المفارقة، أن أول دولة زارها مرسي بعد فوزه كانت السعودية، وأول دولة دعمت ثورة 30 يناير كانت أبار أيضا السعودية. أعتقد أنه أدركت المملكة بعد فترة من الوقت مدى خطورة
هذا التنظيم إلى جانب هذه التنظيمات التي أنا وجهة نظري هي كلها خرجت من عباءة التنظيم الإخواني يعني. كل هذه الجماعات خرجت من عباءة العباءة الفكرية والسياسية لتنظيم الإخوان. أدركت المملكة بعد هذا العمر مدى خطورة هذا التنظيم على الأمن القومي، حتى الأمن الوطني السعودي والأمن الداخلي، ثم الأمن القومي الخليجي، ثم الأمن القومي العربي. هذا القرار أعتقد مرحلة فارقة في تاريخ التنظيم الدولي وتاريخ هذه الجماعة، بالعكس أنه يعني بيحط فعلا نهاية حقيقية لهذا التنظيم، ويرسل رسالة أخرى، لأنه يأتي بعد أيام قليلة من قرار المملكة والإمارات والبحرين بسحب السفراء من قطر، اعتراضا او احتجاجا على سياستها لدعم حركات إرهابية وتمويل جماعات عنف زي جماعة الإخوان، سواء داخل دول مجلس التعاون وتهديد الأمن القومي دول مجلس التعاون، او في مصر، هو ما حذرت منه المملكة وارسلت رسائل من قبل للنظام الحاكم في قطر ولكنه لم يرتدى. هذه الخطوة بالأمس أعتقد هي أيضا صفعة ولطمة جديدة من المملكة العربية السعودية لقطر ومن تدعمه. هو جيل التصريح ده أو الخبر ده بعد استضافتها لمصر في القمة العربية، مظبوط كده؟ يعني جيل الخبر ده بعد الحدث ده اللي هو القمة العربية القادمة يعني. القمة العربية القادمة يعني، شوفي القرار بيبعت كذا رسالة، هو له كذا بعد. اولا ما تنسيش انه السيد اوباما جاي المنطقة خلال ايام، واول زيارة هتكون للسعودية، فبالتالي السعودية اغلقت الباب على السيد اوباما لمناقشة اي شيء يتعلق بالعلاقات بينها وبين قطر او بينها وبين مصر، فاغلقت. وهناك هدف رئيسي برضو من زيارة اوباما، واللي هي ان هو بالتأكيد. ان هم مش عايزين السعودية تكون واقفة بالشكل الكبير ده الى جانب مصر. شوفي الادارة الامريكية مش هتيأس، عايزة تساوم، مش هتيأس في الضغط على مصر وعلى دول المنطقة المؤيدة لمصر، لانها في النهاية ده بيتعلق ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، ثم لأن المصائب لا تأتي فرادى على الولايات المتحدة الأمريكية، ثم ما حدث في أوكرانيا والنصر الذي حققه بوتين حتى الآن في إدارة هذه الأزمة، أعتقد أنه هيجعل الولايات المتحدة الأمريكية تضغط بكافة السبل وتستخدم كافة الأوراق للضغط على الأطراف المختلفة بشأن الوضع في مصر. فالاستباق السعودي للزيارة أنه لا حديث عن مساومات في الأمن القومي لمجلس التعاون أو الأمن القومي العربي بشكل عام بشأن مصر، لأنها اكتشفت يعني مخططات هذا التنظيم اللي كان سواء بدعم قطر تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية. فلا، هو قرار أعتقد أنه قرار مهم جدا، وقرار يعني مهم جدا، بنرحب به طبعا كمصر وبنشكر عليه المملكة العربية السعودية، لأنه إذا كان بيتعلق بأمن المملكة وأمن مجلس التعاون بصفته هي الدولة الكبرى، فبيتعلق أيضا بالموقف في مصر. طبعا أخبار اليوم الصفحة الأولى، الأمير تميم: لم نتلقى توجيهات من أحد لرسم سياستنا. يعني شوف يعني قطر هي اللهجة تهديدية شوية يعني فيها. شوفي يعني منذ استقبال البيان الثلاثي لدول مجلس التعاون الثلاثة بسحب السفراء، كان الرد فيه نوع من الاستخفاف والاستهزاء من قطر على هذا الرد، ولا أدري على أي قوة أو على أي أرض يستند. يعني بيسير الأمير تميم، الوضع خطير وهو يعلم ذلك، وبدأ يستغيث بدول الخليج الأخرى زي سلطنة عمان، اللي بدأ يستغيث بالسلطان قابوس لحل الأزمة، وعاوز يعني يظهر أن الأزمة دي خاصة ما بين الخلافات مع مصر وليس تتعلق بالأوضاع داخل دول مجلس التعاون. هناك اتهامات مباشرة سواء من البحرين أو من الإمارات أو من السعودية بدور قطري فيما يحدث في بعض الدول الخليجية، مثل التفجيرات التي حدثت مؤخرا في البحرين وتمويلها لأحد التنظيمات يعني المعارضة داخل البحرين اللي قامت بالتفجيرات. طبعا الوضع في الإمارات
معروف بالتنظيم الإخواني والعلاقة أو معنى صح التصريحات اللي كان بيطلقها يوسف القرضاوي اللي قاعد في قطر. قطر تلعب دور أكبر من حجمها الجغرافي، حجمها التاريخي، قدراتها البشرية أو قدراتها حتى المادية. هي أيضا استنادا للقوة العظمى، يعني مش بتهيألي يعني أكتر من يعني كده. التاريخ دايما يقول اللي دايما اللي بيستند على قوة عظمى أو المتغطي بأمريكا عريان زي ما بيقولوا، ده تاريخ مش محتاجين. فأول ما تخلص المصالح السياسية أو الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية تتخلى ببساطة شديدة جدا عن أي دولة، هي مجرد قاعدة عسكرية ممكن أخذ قاعدة في أي مكان تاني. خلينا ننتقل للثمان أخبار اللي جايين استاذ عادل، لان الوقت بدا يخفت كده. اليوم السابع الشماريخ والمولوتوف في المسيرات الارهابيه، يعني هو امبارح كالعاده يعني عندما يعني بالظبط يعني الضربات المتلاحقه على جماعه الاخوان بيستفزها وبيجعلها اكثر عنفا، لم تعد قادره على الحشد تماما خلاص. فبالتالي كل الاعداد الصغيره اللي بتخرج زي ما شفنا بالامس بتكون اكثر، بتميل اكثر للعنف، وتم استخدام السلاح الناري الاسلحه الاليه بالامس في بوره عين شمس الارهابيه، يعني وسقط هناك بعض الناس والاصابات كانت اكثر مكان سقط فيه اصابات كان عين شمس. فالجماعه الان فقدت عقلها تماما ولا امامها سوى اشاعه المحاوله، اشاعه الفوضى واستخدام العنف سواء مولوتوف او اسلحه آلية او خرطوش زي ما شفنا. الشعب بدا يتجاهلهم، بدا الناس بقت بتنزل احيانا، اهو دلوقتي بدات تنزل يوم الجمعه تمارس حياتها شويه. لا يعني هي المساله اصبح سيناريو مكرر وممل هينتهي سواء الجمعة اللي جاية أو اللي بعديها، أو لأنه أنا المسألة مرتبطة سواء بوضع داخلي أو وضع دولي. الوضع الدولي من حول جماعة الإخوان بيتراجع تماما، وأظن أنه هيتراجع أكتر بعد انتخابات الرئاسة. شفنا القبض على رموزهم وقتل محمود عزت في فلسطين وحاجات كتير. أنا بصي أنت شوف أي حد رزق كله مشروع وغطاء سياسي في الداخل أو الخارج. الخارج بيتراجع، احنا شفنا زيارة الوفد بتاع جنوب أفريقيا وكان هم بيعتمدوا على جنوب أفريقيا بشكل كبير جدا للتحريض ضد مصر، ادي الزياره زياره وزير خارجيه السودان، يعني كل هذه بيخصم من رصيد الجماعه. الحصار التي تعاني والعزله تعاني منها قطر، كل ذلك بيؤدي الى انحصار الجماعه ونهايتها اذ لم تختار طريق اخر غير طريق العنف. عندي في الشروق قانون انتخابات الرئاسه خلال ساعات، ويلا بقى هو طبعا بيقولوا يعني هي يعني النهارده مفروض المستشار علي عوض اللي هو المستشار القانوني للرئيس هيعقد مؤتمر صحفي ظهر اليوم بيقول هيقول فيه التفاصيل، وفي الارجح انه هيتم اقرار القانون والبدء عن الاعلان خلال اعتقد يوم او يومين. هل تعتقد انه هيكون خلاص في خلال شهر 4؟ يعني ان شاء الله هيكون الموعد محدد. هو يعني انت بتتكلمي لو تم الاعلان عن فتح باب الترشيح فانت احنا قولي قدامنا اسبوعين او ثلاثه، في على شهر 4 نهايه 4 يتم اجراء انتخابات الرئاسيه ان شاء الله. اليوم السابع قرار جمهور يمنع رموز نظامي مبارك ومرسي من الترشح في الانتخابات الرئاسيه، واعتقد انه هو كان هناك مخاوف طبعا وكان هناك مخاوف من القانون بتاع الحقوق المباشره السياسيه انه كانت الماده الثانيه اللي فيها يتم التعديل عليها لمنع المحبوسين احتياطيا من الترشح انتخابات لفتره معينه. اعتقد ده قانون يهدئ الخواطر شويه بعد ما اثير خلال الفتره اللي فاتت عن امكانيه رموز مبارك سواء الرئيس او اولاد مبارك اولاده او حتى مرسي ان هم من الترشح في الانتخابات القادمه. تمام. المصري اليوم وزير العدل لم نستقر على تعديل قانون مباشره الحقوق السياسيه، يعني ما هي يعني شوفي محتاجه نقاشات ومحتاجه شفافيه او في مناقشه مثل هذه الامور. يعني قانون بالتاكيد بتداول فيه الاراء، بتاخد فيه اراء ذوي الخبره ثم اقرار، يعني وانا اظن انه هيتم تعديل الماده السنه. الاهرام استئناف الدراسه اليوم بعد اطول اجازه نصف عام، وخلاص يعني بدانا اهو نستعيد لرجوع الدراسه. اعتقد عام دراسي صعب جدا أوي. يعني انت بتتكلمي على اجازه طالت اكتر من شهر ونص، بتتكلمي دلوقتي ان الترم الثاني 39 يوم طلع منهم
سبع جمعة تقريبا. أيوة. على جمعة وسبت كمان، يعني انت بتتكلم على 25 يوم دراسة، يعني عليه أن يرحل هذا العام الدراسي بكل يعني مصاعبه وبكل مساوئه، ونبتدي عام دراسي تاني إن شاء الله جديد في ظل ولكن في الجامعات دولة حصلت شوية مستقرة. مناوشات كده واشتباكات ما هو وشوية تحصل يعني، يعني شوفي في رهان، حرائق يعني في رهان من الجماعة في كل شيء، يعني هي جماعة بتلفظ أنفاسها فأنفاسها الأخيرة، فبالتالي بتراهن على أي شيء بما فيه القطاع الجامعي، لكن أعتقد أن هم لن يحققوا أي أهداف. الخاسر الوحيد طبعا هم الطلبة وأولياء الأمور ومعقول الشباب والنظام هم التعليمي. عارفين بس يأثروا عليها ويدخلوا جواها ويلعبوا في تكوين المخ للشباب يعني. شوفي انت مسألة التعليم، التعليم بشكل عام محتاج إعادة هيكلة ومحتاج إعادة بناء من جديد، علشان على الأقل لا نفاجئ بما حدث في الجامعات أو المدارس خلال الفترة الماضية. أنا بدأت أحس إنه إعادة هيكلة دي بتجيب لي مش إحساس إعادة هيكلة، أنت في إنه لسه قدامنا البلد كتير كلها نفسها. قوي. لا لا لا، إذا كان إذا توفرت لديك الإرادة والرؤية والاستراتيجية خلاص، يعني هي اللي هينقصنا حاجة من إرادة. الحاجات دي يا أستاذ عادل؟ هينقصنا كل حاجة في الحاجات دي، أنت محتاجة إعادة بناء من أول وجديد، أنت مش لا ينقصك أدوات، ولكن لا ينقصك القرار والإرادة أو والإدارة والإرادة بمعنى صح. إذا عملت ده أعتقد أنه فترة قليلة جدا ممكن تنهض يعني. المصر اليوم، مصر تحذر أثيوبيا ردنا سيكون حاسما وفي الوقت الذي نحدده، وبرضه شبه المنشطات الكتير اللي كانت بتطلع اليومين اللي فاتوا لأنه فرط في قطرة ماء واحدة يعني، وكلها منشطات وتصريحات. أنت بتحاولي يعني معنى صح توقفي نزيف الخسائر خلال 30-40 سنة، أنت أهملتي هذا الملف، أنت جاية في الآخر بعد ما اكتشفتي النتيجة الكارثية أنه أثيوبيا وسمحت الدول زي إسرائيل تخش تعبس أيضا في مياه النيل إلى آخره، واكتشفت ده بعد ما أهملت هذا الملف. احنا بنعيد تاني إعادة الاهتمام بهذا الملف، لأنه في النهاية أخطر ملف بيواجه مصر هو ملف المياه خلال الفترة الحالية أو الفترة المستقبلية. مصر عندها كثير من الأوراق، يمكن احنا النهاردة ناشرين عن استخدام كمان الورقة الخليجية، السعودية والإمارات تحديدا بما لهم من علاقات قوية مع أثيوبيا، بما لهم أيضا من استثمارات ضخمة جدا. السعودية أول دولة، أكبر دولة مستثمرة في أثيوبيا ب 3 مليار دولار، وتأتي بعدها الإمارات وغيرها، فبالتالي مصر لها كثير من الأوراق التي تستطيع أن تستخدمها في الضغط على أثيوبيا. نتمنى أن ينتهي الموضوع بحوار وبتعاون فني ما بين البلدين، لأنه يعني من الاستحالة أن احنا نوصل إلى حرب مع أثيوبيا، لأن يعني هذه هي الورقة الأخيرة، فبالتالي محتاجين يعني نستخدم كل أوراق الضغط، محتاجين نفتح باب الحوار بما لا يعني التفريط في حقوقنا المائية وفقا للقانون الدولي. بس الزيارات بتحصل والاجتماعات بتحصل وبنرجع وبنلاقي ان في سدود اخرى اساسا بتتبني يعني شوفي يعني هي المسألة بتتعلق اذا كنت دولة قوية او لا. أثيوبيا بالتأكيد زي بعض التقارير الغربية ما بتقول استغلت حالة الهشاشة والسيولة السياسية اللي عندك والضعف الحالي في الأوضاع الداخلية. بالتأكيد يعني أي دولة حاليا في الأوضاع الحالية اللي بتمر بها مصر بتحاول إنها يعني تستغل هذه الأوضاع وتحقق أكبر قدر من المكاسب الخاصة بها. أعتقد عندما يكون هناك دولة قوية هيكون هناك يعني أمور أخرى، ويكون هناك وضع آخر للحوار. بتهيألي وزارة الخارجية المفترض أنها بتلعب دور مهم جدا جدا في الحكاية دي. مش مسألة الخارجية لوحدها، دي قضية دولة، يعني مسألة يعني مش قضية شعب وقضية دولة، مش الخارجية الوحدية، هناك أجهزة سيادية أخرى وأجهزة سياسية أخرى ومسؤولية كل الجهات المعنية مش الخارجية. يعني المسألة دي الخارجية في النهاية تنافس أساس الدولة. بتكون قوية بالدول عامة اللي حوالينا، مش بس أثيوبيا أو أفريقيا أو الملف بتتكلمي. أنا ده بيساعدنا أنا كتير قلت كده يعني ده. أفريقيا أنت أهملتيها 30 أو أكثر من 30 سنة، علينا أن احنا نحطها في الأولوية من 1 لـ10 خلال على الأقل 4-5 سنوات القادمين، تبقى هي الأولوية بالنسبة لنا كدائرة سياسية خارجية أولى، تأتي بعدها الدائرة العربية والدائرة الإسلامية. يعني أهم شيء أفريقيا احنا عملناها كتير جدا، رغم أن هي الفضاء الحيوي يعني والاستراتيجي بتاعنا الذي احنا بنحصد ثمار الإهمال في النهاية. الشروق في صفحة 3 عندنا منشات بيقول أنباء عن موافقة الأولمبية الدولية على إجراء انتخابات الأندية في موعدها، وإحنا المفروض كان عندنا يوم 28 أو يوم 30 و31 كان في بدأت انتخابات الأندية زي الترسانة امبارح يعني. بالضبط، وفي عندنا كمان خلاص داخل الأهلي والزمالك.
يعني هو طريبة. المساله كانت مساله بصي يعني في جهل بصراحه شديده جدا، جهل بالقوانين وجهل باللوائح الرياضيه وجهل بحاجات كتير جدا. البعض قال لا ده هيبقى كده تدخل من الدوله. هي يعني القوانين بصراحه الانديه اللي خلصت الانتخابات بتاعتها القانون بيقول لا تجرى انتخابات. تدخل الدوله في انتخابات في الانديه اللي لسه مجالس ادارتها المنتخبه لم تنتهي، هنا التدخل. لكن الاولمبيه الدوليه تم حل مجلس اداره النادي الاهلي من الاخير، عشان كده هم عايزين والزمالك كمان عشان كده هيبقى في انتخابات. هي مساله ان احنا الجهل يعني بهذه القوانين هو اللي مودينا في ده، يعني هو اللي موصلنا الحاله دي. لكن هناك بعض الانديه اللي هي مجالس ادارتها انتهت زي الاهلي، يعني هو الاهلي مؤقت حتى الان، فده يطبق عليه القانون باجراء الانتخابات، انما التدخل في المجالس المنتخبه يعني. وربنا سهل بس وتعدي الامور. لان الفيفا لو فعلا طبقت العقوبه اللي هي بتتكلم عنها ان مش هيبقى هزار. في كوره دي مش هيبقى فيها هزار فعلا، وعندنا كام حد بيشتغل تحت مؤسسه الرياضه دي الدوله العظمى دي يعني في ممكن العالم. تبقى كارثه فعلا. الفيفا الدوله العظمى في العالم مفيش معاها هزار، يعني لازم نطبق القانون وفقا للوائح الفيفا واللجنه الاولمبيه. هو حقيقي فعلا المفروض ان الدوله ما تتدخلش في الانتخابات الخاصه بالانديه. المفروض، لكن هي المساله عندنا وزير مسائل متداخله ولا له علاقه خالص بالانديه. يعني قانون الفيفا لا يسمح يجرم ويحرم تدخل الدوله في النشاط الرياضي في اي دوله، واظن جربنا ده حتى مع الكويت مع نيجيريا مع الدول اللي حاولت الحكومات انها تتدخل في انشطتها الرياضيه. مش قانون خفي كمان يعني، لا اكيد لا لا. طبعا السيد وزير الشباب والرياضه بالتاكيد عارف يعني حاجه. لا هي الفهلوه، يعني ايه الفهلوه؟ هو نظام يعني نحاول الفهلوه هتقعد الناس كلها في البيت على فكره. يعني اخبار اليوم، الزمالك يصعد للدور ال 16 في بطوله افريقيا، واعتقد انه يعني ميدو طبعا يعني عمل شغل كويس. احنا نتمنى تجربه احمد حسام ميدو تنجح، يعني تجربة شابة، يمكن ده أصغر مدير فني بيجي الزمالك، مش عايزين تقول حلاوة الروح أو يعني الغربال الجديد له شدة. أتمنى أن التجربة تستمر يعني، بس هو دايما في مخاوف في نادي الزمالك من أي تجربة ناجحة الكل بيتدخل فيها. أتمنى مجلس الإدارة الحالي أو القادم يسيب التجربة تنتهي للاخر، عشان على الاقل يكون عندنا في مدرب شاب نجح مع نادي من اكبر انديه في مصر. ونقول مبروك كل الزملكاويه وانا اول واحد فيهم. يعني والله بجد من قلبنا يعني فعلا الزمالك بقاله كان فتره طويله جدا يعني كان نفسنا ان هو يكون، لان الدوري ملوش طعم من غير الزمالك، واللعب ملوش طعم من غير الزمالك حتى بالانديه الاخرى. عندنا ميدو ومحمد يوسف وناس لازم يكون عندك جيل وطني كتير. عندك شوقي غريب يعني مدرب المنتخب، فلازم يكون عندك جيل جديد من المدربين المصريين المؤهلين. احنا عندنا ناس مؤهله زي كابتن شوقي غريب محمد يوسف، وان شاء الله ميدو في الطريق. يعني نتمنى يكون عندنا جيل من المدربين الشبان اللي يستطيع ان هم ينهضوا بالكره المصريه ونديهم الثقه، ما تبقاش هي المساله المدرب الاجنبي. الاهلي الان يعاني من اللي جاء جوزيه عايز ياخد اللعيبه الجاهزه من كل الانديه وما خرجش جيل جديد من النادي الاهلي، ودينا شايفين دلوقتي تراجع في المستوى. بس محتاجين احنا مدربين، مدرب الوطن دايما عينه على تخريج اجيال جديده من لعيبه الكوره اللي هم يستطيعوا بعد ذلك يستمروا ويحملوا اسم النادي. وشفنا في الزمالك ميدو بيعمل التجربه دي وناجح فيها لحد كبير، واعتقد انه مع استمرار التجربه ان شاء الله هينجح دون تدخلات من مجلس الاداره. لا بس احنا عندنا حاجه برضو في نقطه مهمه جدا لو حبينا نتكلم عنها، هي فارق السن ما بين المدير الفني وما بين اللعيبه. احيانا فارق السن والخبره والكبر بيدي هيبه وبيدي انه كلامه لازم يتسمع واوامره وتعليقاته وكل حاجه بيقولها بتكون ليها هيبه. ساره احنا في زمن احتراف، انا فاهم، بس في مثلا لعيبه في نادي الزمالك سنها اكبر من ميدو. طب ما احنا شايفين كان جوارديولا لما كان بيدرب برشلونه ودلوقتي بيدرب بايرن ميونخ وكان لسه لم يتجاوز يعني 39 سنه او 40 سنه، وكان يعني بينه وبين بعض اللعيبه لما جدد بعد كده برشلونه كان سنوات صغيره. هي مساله احتراف وخبره. نفسيه اللاعب المصري مش زي لا 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 مساله الخبره. بعدين ميدو تجربته مش مساله السن، ميدو تجربته في الاحتراف تجربه كبيره جدا رغم انها مثيره للجدل، انما تجربه كبيره جدا ولعب في اكبر الانديه العالميه يعني في اسبانيا او في ايطاليا او في انجلترا. فبالتالي المساله مش مساله السن، مساله ما سوف يقدمه. طب وانت شايف ان نجاحه بيرجع مع نادي الزمالك لايه؟ ان هو عارف يوصل لهم من ناحيه الحماس ولا هو يوصل لهم من ناحيه لا هو طموح. ميدو ليه مواقف
يعني كثيره جدا ايد بيضاء على اللعيبه وعلى النادي انه ده على الاقل المراحل الاخيره تحمل فيها الاقامه على نفقته الخاصه. المساله بالعلاقه مع اللعيبه، اللعيب المصري شويه يعني بيحتاج لمعامله خاصه، معامله نفسيه خاصه. ثانيا انه بجد فعلا ميدو طموح المصري كمان. ميدو طموح يعني ميدو طموح نفسه يعمل حاجه لنفسه، دي مغامره عليه ان هو ياخدها وتحدي عليه ان ياخدها في لاخرها، يا اما يستمر ويكتب اسمه يبقى دي تاني اهم تجربه في تاريخ الكره المصريه بعد تجربه كابتن حسام حسن، او تكون لا قدر الله نهايته كمدرب يعني. واعتقد حتى الان انه حقق خطوات يعني مهمه، ربنا يوفق ان شاء الله يوفق نادي الزمالك. احنا دايما عاده بنشوف انتخابات نادي الزمالك مشاكل، دايما كل سنه في انتخابات مجلس اداره نادي الزمالك دايما يشوف مشاكل ما بين المرشحين وما بين الناس اللي داخله تنتخب وحاجات كده. هل تعتقد ان لو السنه دي برضو لو فعلا في انتخابات، لو السنه دي حصل فعلا المشاكل مع الانتخابات دي ممكن تاثر كمان على اللعيبه اللي مفترض ان هم دلوقتي في حاله كويسه جدا بيجيبوا بطوله يعني؟ لا لا لا، شوفي يعني الانديه يعني شوفي لو كنا نطبق نظام الاحتراف زي ما هو مطلوب مننا خلال السنه الجايه، انه فريق الكوره ملوش علاقه خالص بالمجلس الاداره اللي جاي. في النهايه مجلس الاداره اللي جاي عنده برنامج هيدخل بيه قدام الجمعيه العموميه او اعضاء النادي، وفي النهايه بتفرع منه لجنه كوره. يعني هي مساله لو هتدي العيش لخبازه يا ريت، يعني يا ريت ان احنا كل بالتخصص ونحترم التخصص علشان ننجح، انما مش اي حد يتدخل في شؤون فريق الكره، كره القدم او كره السله او كره اليد. محتاجين يكون عندنا حتى في الانديه تدي نموذج لدوله المؤسسات. تمام. بصراحه شديده جدا. الشروق الصفحه الاولى اخر خبر معانا النهارده في نهارك سعيد يا استاذ عادل، المجد للنساء فاتحات البيوت، يعني بانشات يعني انا زي ما بقول لحضرتك فعلا احنا محتاجين يعني اعاده نظر تاني لما تتعرض له المراه. يعني المراه زي ما الاحصائيات ما بتقول 23، انا بقول حاجه و30 بالمناسبه من قوه العمل في مصر. فاعتقد ده رقم مش هين ومش سهل، يعني انه حوالي اكثر من 15 مليون شخص مصري بتنفق عليهم المراه في الشعب المصري. فاعتقد يعني نقدر نقول ان بالفعل المراه عامل اصيل او مقوم اصيل في المجتمع المصري، وهي بالفعل يعني عنصر فاعل وحقيقي واساسي في المجتمع المصري. واظن لن تتطور المجتمعات او مش هتطور المجتمع المصري الا اذا اعاد الاعتبار للمرأة مرة أخرى، وأعاد لها حقوقها ومكتسباتها، ويعني أزال عنها كل أفكار الرجعية وأفكار التخلف. ما عدا ذلك يعني احنا تقدمنا في فترات معينة في الخمسينات والستينات عندما عدنا الاعتبار للمرأة العاملة والمرأة المتعلمة والمرأة السياسية، لما أعطينا للمرأة حقوقها في دساتير دستور 56 تحديدا، كان يمكن قبل دول كتير أوروبية بالمناسبة أنها لها حق الترشح حق التصويت. يعني ده خلى أن المجتمع كان بيقوم على مرتكزين، يعني ما فيش مجتمع كده ذكوري كامل، انما مجتمع يعني اعتمد فيه على كل عناصره، يعني سواء من المراه او الرجل. دون ذلك انا اعتقد هيبقى اي تقدم بدون المراه هو تقدم اعرج لن يستمر طويلا. وفي النهايه بنقول كل سنه لكل سنه وكل ام طيبه ولكل ام عامله واخت وزوجه عامله. مشكوره جدا استاذ عادل على وجودك معانا النهارده، نورتنا الحقيقه. اشوفك الفتره القادمه ان شاء الله باخبار كده تكون باذن الله. كل سنه وانت طيب. مشاهدينا كان معانا الصحفي والكاتب الاستاذ عادل السنهوري مدير تحرير جريده اليوم السابع، علقنا على منشطاتنا النهارده واخبارنا في فقره الصحافه. هسيبكم مع فاصل ونرجع مره ثانيه عشان نبتدي فقره جديده من فقرات نهارك سعيد.